بكرة إن شاء الله ستستضيف الجامعة العربية مؤتمر لدعم القدس، ويشارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزراء الخارجية العرب وممثلي المنظمات الدولية والأزهر والكنيسة. سفير فلسطين لدى الجامعة العربية قال إن مؤتمر القدس لدعم صمود الفلسطينيين في مواجهة الممارسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية في مواجهة الممارسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية. طبعا احنا عارفين طبعا قضية القدس وهتفضل قضيتنا وقضية كمان كل الدول العربية. بكرة في مؤتمر كبير جدا لدعم القدس، نتكلم أكتر في الموضوع ده مع الأستاذ جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية. أهلا بحضرتك يا أستاذ جهاد. أهلا بك وبكافة المشاهدين الكرام. أستاذ جهاد، يعني حضرتك شايف إزاي الدعم اللي ممكن يقدم من خلال المؤتمر لقضية القدس؟ يعني منذ البداية نحن ندرك الأوضاع السائدة في مدينة القدس وما تتعرض له من هجمة كبيرة في ظل الحكومة الفاشية التي مشكلة من بن غفير وسموتريش ويقودها نتنياهو. هذا الأمر الذي وضع من خلال مخطط كبير في استهداف وتهويد مدينة القدس من خلال العديد من الوسائل التي يتم استخدامها، سواء بالاعتداءات، بالاقتحامات، بعمليات الطرد، بعمليات هدم البيوت، بعمليات سرقة الأراضي، بكل الممارسات التي تمارس من قبل حكومة الاحتلال. لذلك كان هناك رؤية فلسطينية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وبعض الدول العربية الشقيقة على أن يكون هناك مؤتمرا على مستوى كبير من خلال دعوة جميع ممثلي المؤسسات والهيئات الدولية والسفراء المقيمين بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الأزهر لقيمته الدينية الكبيرة ومكانته لدى كافة المسلمين، وكل المؤسسات التي ستشارك في هذا المؤتمر لوضعهم في صورة ما يجري على الأرض. نعم. في مدينة القدس والاستهدافات التي تستهدف الكل، حيث سيشارك الرئيس الفلسطيني أبو مازن في الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية الجزائر، لتكون هذه الجلسة أو هذه بداية افتتاح المؤتمر. ومن ثم سيكون هناك مجموعة من الجلسات، منها جلسة سياسية سيشارك بها وزراء خارجية العديد من الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية، وستكون هناك جلسات أخرى منها القانونية ومنها الاقتصادية ومنها الاجتماعية والتنموية، لإيجاد مجموعة من الحلول ومجموعة من المواقف الداعمة والمساندة لأهالي القدس ولمدينة القدس في مواجهة حالة الغطرسة وحالة التهويد التي تشهدها المدينة. يعني حضرتك يا دكتور جهاد، حضرتك متوقع في قرارات صارمة بكرة من هذا الاجتماع ضد الممارسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية؟ هو الأمر يستند بالأساس إلى ضرورة أن يكون هناك مواقف موحدة، سواء من قبل الدول العربية أو من قبل المنظمات الدولية ودول العالم التي تعتبر بأن مدينة القدس هي مدينة محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن 476 و478 والعديد. نعم. من قرارات مجلس الأمن التي وصلت حتى 86 قرار وأكثر من 760 قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جميعها تقول بأن هناك احتلالا للأرض الفلسطينية بما فيها القدس. مدينة القدس هي منطقة محتلة احتلتها دولة الاحتلال عام 67 وأعلنت سيطرتها على هذه المدينة عام 1980. نعم. والمجتمع الدولي لا يعترف بهذا الأمر، لذلك لا بد أن يكون هناك موقف، بالإضافة لأن يكون هناك موقف عربي داعم ومساند لأهالي مدينة القدس ولمدينة القدس وتعزيز صمودهم. نحن ندرك جيدا حجم الضغوطات التي تمارس طبعا على أهالي المدينة، بما يتطلب وقفة جادة من قبل الكافة سواء العرب والمسلمين أو حتى المسيحيين، لأن حتى الكنائس المسيحية تستهدف في مدينة القدس، وكل ما هو غير إسرائيلي أو يهودي في مدينة القدس هو مستهدف وضمن إطار المخطط الصهيوني والتهويدي الكبير. لذلك هناك تعويل كبير على المؤتمر لأن يكون هناك مجموعة من التوصيات والبيان الذي سيختتم به المؤتمر، والذي سيتضمن مجموعة التوصيات
وما تم الاتفاق عليه وما خرجت به الجلسات حتى تكون هناك متابعة وتنفيذ، ونحن خاصة مقبلون خلال الأيام القادمة والشهر القادم على اجتماع القمة العربية التي ستستضيف المملكة العربية السعودية. هذا الأمر الذي يجب أن يوضع أمام القادة العرب، بالإضافة إلى أن هناك دور كبير ملقى على المنظمات الدولية والدول ذات السيادة وذات المكانة والتأثير في المجتمع الدولي لوقف حالة الإجرام الصهيوني والتهويد الذي تتعرض له مدينة القدس. نعم دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك، ونتمنى طبعا يبقى في قرارات بكرة إن شاء الله بعد هذا المؤتمر لدعم قضية القدس من في مواجهة الممارسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية.